جدا لمجلس الاقليمي اللي ساعد معنا في هذا الكاستينغ باش نحييو لا دوزيام اديسيون دو ميس جوبري. الحمد لله كان واحد التعاون من المجلس البلدي، تنشكر بدوري المجلس البلدي باسم الرئيس مجلس البلدي لمدينه عرائش وكذلك رئيس المجلس الاقليمي الذي تعاون معنا باش نشفوا هذا الكاستينغ هذا. اكيد كنشكر جزيل الشكر لاعضاء الجمعيه وفريق المهرجان اللي هو واحد الفريق متكاتل وبزاف وخارج لنا سي محمد بنتيكوان. شكرا محمد، كتعرف المكانة ديالك عندنا كبيرة بزاف، وشكرا بزاف بزاف على كتجي بنتيكوان باش كتعاوننا وكتآزرنا في هاد الكاستينغ في مدينة عرائش، وعندك واحد الغيرة على هاد المدينة. وصراحة الغيرة اللي مكيناش كنا كنتمناو انها تكون في بعض الاشخاص اللي هما من مدينة العرائش. كذلك كنشكر الاساتذه الكبار الموجودين معنا لجنه التحكيم، الاستاذه نورا الجنتي، وان شاء الله غتكون عندنا واحد الندوه صحفيه
بمدينة الرباط باش غنعرفو بالمهرجان وغنعرفو بشنو هو الهدف من المهرجان اللي هو هدف سامي وراقي اللي عنده إشعاع سياحي